في تصريح خاص لمركز الأخبار أكد سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتلبية احتياجات القرى والمدن والمناطق من المرافق والأنشطة الشبابية والرياضية، مؤكدا سعادته أن الاستراتيجية التي اختطتها وزارة شؤون الشباب والرياضة جاءت لتعبر عن اهتمام المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالفئة الأوسع من شرائح المجتمع البحريني واستثمار طاقاته في نشاطات مفيدة والعمل بكل السبل المتاحة على النهوض بالقطاع الشبابي الرياضي بشتى أشكاله. طبعا احنا مهتمين لما نتكلم عن قطاع الشباب، احنا مهتمين بالعديد من اهتمامات الشباب سواء كانت رياضية، ثقافية، فنية. نحاول من خلال ما ينشأ من مباني وصالات وملاعب أن هي تلبي احتياجات الشباب في جميع مناطق البحرين. احنا اليوم نشوف ان الشباب البحريني له العديد من المواهب، له العديد من الطاقات، يجب علينا ان احنا اهتمام بها ونطورها ونوفر لها الامكانيات عشان تاخذ دورها ومساحتها على الساحه.